مرحبا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ إحنا اشتقنا لكم كتير كتير، وإنتوا أكيد أكيد اشتقتوا لنا لأنه زمان ما طلعنا أنا والدمى عليكم. مرحبا أصدقائي، مرحبا جنين. يا سلام، شو هذا الفستان الحلو اللي لابستيه؟ أهلاً أهلاً يا سلمى، بس هذا مو فستان، هذا اسمه التوب الفلسطيني. كتير حلو هالتوب، كتير حلو. شكراً شكراً يا سلمى، وأنا اليوم لابسته عشان أستقبل فيه سامي، لأنه سامي كان مسافر على فلسطين وبأي وقت رح يوصل. عن جد؟ طيب أنا كمان بدي أستقبل سامي معك مشان أسأله عن زيارته لفلسطين. ممتاز. مرحبا مرحبا سامي. مرحبا سلمى. مرحبا جنين. مرحبا، أهلا وسهلا فيك يا سامي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. أنا كتير مشتاق لكم، كتير كتير. سامي احكي لنا، كيف كانت زيارتك لفلسطين؟ كانت كتير حلوة، زرت القدس عاصمة فلسطين، كانت من أحلى الأماكن اللي بزورها بحياتي كلياتها. طيب يا سامي، وانت في القدس وين رحت؟ زرت المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة كمان. نيالك يا سامي، أكيد كنت كتير مبسوط. طبعا يا سلمى طبعا، ولاحظت إنه شجرة الزيتون هي أكتر شجرة موجودة في فلسطين، وهالشجرة عنوان السلام. بتعرف يا سامي، أنا كتير صرت متحمسة أتعرف على فلسطين أكتر بعد ما حكيت لنا عنها. تعرف رح أروح أدور على كتاب فلسطين بمكتبة جدة مشان أقرأه. سامي هلأ شو رح تعمل؟ رح أروح أزور تيتا لأني كتير اشتقت لها كتير. بتعرفوا يا أصدقائي إنه فلسطين فيها مدن كتيرة وحلوة كمان، مثل عتكة وحيفا والناصرة والمدينة الحلوة يافا، وفي كمان مدينة اسمها مدينة جدين واللي اسمها على اسمي. تيتا تيتا تيتا. أهلا حبيبي سامي، اشتقت لك كتير. يا شو هالريحة الحلوة؟ بتوقع إنها ريحة الزعتر يا سامي. صح، هاي ريحة أقراص الزعتر اللي بتحبهم يا سامي، عملتهم بمناسبة رجعتك من فلسطين. يسلموا إيدك يا تيتا، هاي الأكلة مشهورة كتير هناك. يا الله شو عندي شغلات أحكي لك إياها يا تيتا. يا الله. معنا وقت لكل القصص، بس احكي لي يا سامي، لعبت بالبنانير؟ شو يعني بنانير يا تيتا؟ شو يعني؟ البنانير هم الجلول. اتعرفت على صديق جديد اسمه عصام، ولعبنا انا وياه بالجلول، وطلعنا رحله على طبريه. يا ذكرتني بايام زمان، كنا دايما نطلع رحل يا سامي، اشي على قصر هشام واشي على طبريه، واخر رحله رحناها مع ابوك كانت على الخليل. وين رحتوا على الخليل؟ انا كنت فيها امبارح. رحنا على المسجد الإبراهيمي. أكيد، لو كنت معي امبارح كنا رح نزوره مع بعض. طبعا طبعا، يلا يا سامي غسل إيديك عشان نفطر مع بعض. يلا سامي. سامي عندي كم سؤال إلك، بس باللهجة الفلسطينية. أنا جاهز. نقي الأسئلة على راحتك، بس ما تخليهم كتار لأني كتير جوعان كتير. لا تكون كحتوت يا سامي. كحتوت؟ يعني بخيل. مزبوط مزبوط. أول سؤال، رح تحط على الفطور اليوم تطلي ولا لأ؟ يما شو بحبه؟ تطلي يعني مربى، وأكتر نوع بحبه هو تطلي الفراولة. برافو برافو يا سامي. وطبعا طبعا إقراص الزعتر بدهم براد شاي يا سامي. براد يعني 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 بريد. صح صح صح. وطبعا الاكل بيكون احلى واحلى لما ناكله تحت الداليه. الداليه هي شجره العنب. يا سلام. برافو عليك.